ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه كرش بوي وحبيب قلبي عم الزويق العالمي كام كام. حبيبي يا جو، وحشني يا ولدي. والله يا حبيبي وحشنا جو جو حبايب قلبنا. فيديو اليوم فيديو عمل لي صداع على الفيسبوك. كل ما اعمل اي حاجه الاقي عبده وبابلو ايه. وبناء على طلب من احد اصدقائي المقربين سألني انت جربت عبدو وبابلو ولا لا؟ قلت له انت عرفته منين؟ فقلت لازم اجربه النهاردة. عبدو وبابلو. عبدو وبابلو خلاص عرفنا احنا معنا مين. الاسم ليه بقى تقال كده يا عم كيو في عجالة؟ ليه عبدو وبابلو؟ ليه؟ ما انا شرحت لك من شوية. عبدو ماسك الجزء الشعبي والمصري، وبابلو المطعم الامريكاني على الايطالي على المكسيكي على كله بقى، المطعم الانترناشنال المطعم العالمي. فكويس ان محل واحد يعني واخد الشقين متكاملين. فالمنيو كبير قوي 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 فوق ما تتخيلوا. فاحنا جبنا شويه حاجات من عند عم عبده وشويه حاجات من عند الخواجه بابلو، وقلنا نجربهم معاكم. عجبنا الوضع نعمل له جزء تاني منيو كامل، مفيش مشكله. ما عجبناش الوضع يبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحنا عايزين منهم ايه؟ لا 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 ايه، بمناسبه بقى انه يتعمل له جزء تاني قول لهم بقى. احنا يا جدعان قررنا دعما لسلسله الجزء الثاني هنزود فيديو كل اسبوع بدايه من 1 فبراير. من اول بدايه الشهر الجديد بقى عندنا 4 فيديوهات كل اسبوع، حد واربع وجمعه انتوا عارفينهم ثابتين، نزود عليهم الاثنين بقى الفيديو الجديد كل اثنين. يبقى بقى عندنا فيديوهات ايام ايه يا باشا؟ حد اثنين اربع جمعه. حفظتوا يا اولاد يا شاطرين؟ الساعة 3 العصر من كل حد 2-4 جمعة في فيديو جديد من قناة كرش بوي، ويا رب يعجبكم ان شاء الله. وانتظروا كل ما هو جديد في قناتنا لعله يعجبكم. وماذا نريد يا اخي؟ بمناسبة الخبر السعيد ده 50,000 لايك وشير الفيديو في كل مكان. المرة دي اول مرة اقول لك حقك. الراجل يطلب اللي هو عايزه، مزودين لكم بقى فيديوهات وبتاع وحركات بقى، ادعمونا بالله عليكم. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد. هنجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا اي حته. وها قد حضرت الاشياء، واللوجو بتاعهم يا جماعه لذيذ اللبني في البامبا. جو جو. ايوه انا بحب الالوان المطرقعه. 1 وفاهمين 2 3 دي حته مكسيكي دي هتفهموها قدام. 4 بعض من البلافزات. 5 طحينه. بص الشوكه بس، بص الشوكه يعني ايه ده؟ خشب شغل افرنج يا جماعه. ده اكيد بابلو اللي بعد الكلام ده مش عبده. خواجه بابلو. ايوه الحاجات دي من بابلو. وادي الفاتوره، بعتين فواتير كتير قوي يا جماعه. ما بعتين كام فاتوره؟ ادي عندك فاتوره، وادي فاتوره، وادي فاتوره. والله 3 فواتير يا جماعه اهو 3 فواتير من بابلو عند عبده. مش عارف هو بيحب الفواتير بيزلنا. ايوه احنا دفعنا يزلنا ليه يا عم؟ حقنا. طيب هنظبط الحاجة دي كلها، وما تنسوش ان احنا عندنا فيديو جديد كل اسبوع يوم الاثنين الساعة 3. ودلوقتي انا وعم كيرو تفاوضنا علشان مين يبقى مشجع لبابلو الذي هو من اوروبا، ومين مشجع لعبده الذي هو من مصر. كيرو اختار عم عبده مسا مسا، وانا مع عم بابلو. وهبتدي اول حاجه معاكم من عم بابلو. ده عباره عن شويه بطاطس مكسيكيه، وده الحجم الصغير منها، عباره عن بطاطس وبريسكت وبيكاديجالو وافوكادو وصلصه وكريمه ساور وكزبره وصوص جبنه وصوص التشيميتشوري. جو لسانه عوج. بابلو. أوكي. انا بابلو. اوكي. سعرها الحجم الصغير 65 جنيها، والحجم الكبير 135. اجنبي بقى، انا اجنبي بقى، اصرف بقى براحتي بالدولار. يلا بينا ندوق. يلا بينا. ادي عندك هنا بريسكت. ايوه بص احنا هنحاول ندوقها على مرتين عشان هي مش هتيجي اقل من مرتين. وادي البيكاديجالو مع الصور. اوكي يلا. ويلا بينا بعد ما عملنا المعلقه الكامله المتكامله. يا شتات الشتات يا ابو عبده، يا ابو عبده انت هتزعل يا ابو عبده. بابلو هيزعل عبده. جامده في انت عاشة. عارفين كده لما تتكهرب؟ حتى هنا الساور كريم جميل. جامده. احنا دقنا قبل كده البيكاديجالو بس مش فاكر في انهي مطعم معاكم هنا في القناه. لو لقيت لكم الفيديو هحطه لكم، بس ما اظنش اني افتكره. بس الساور كريم هنا عارفين اللي هي بتضرب قنبله في بقك كده. طب ايه ندوق الاخيره؟ يلا الاخيره يا باشا.
طيب في بقى هناك اللي هو ايه ده الفول الفول ده عندك انت عبده فول والله يا جماعه اهو فول ما تشوش يلا بينا ندوق يلا بينا تعمل الافوكادو هنا واضح. طيب حابب اقول حاجه في عظمه وحابب اقول حاجه تاني بقى اللي نسينا نقولها من الاول طالما في عظمه المطعم ده لسه فاتح جديد طازه نوفي فاتح في الماظه في الماظه فين في الماظه ما نعرفش ما نعرفش انا مش بتوع اعلانات فبنركز قوي مع العنوان يعني يعني طالما لما تلاقي بقى حد بيقول لك العنوان وقدام كذا وفوق كذا وتحت كذا الماظه هتوصل بالظبط كده. ايه هي جميله جدا بس صغيره جدا معلش هو انت خلصتها معلش لسه ما خلصناها احنا عمالين نحف فيها وهي مليانه لا بس يعني ده جو بابلو ده بيشتري المكونات بالدولار اوكي فاتعامل معاه على ان هو بالدولار مع انت عبده كحيانة انت عبده من فضلك انا راجل امريكاوي اتعامل باحترام. جميله جدا الصراحه كل طعم فيها جميل جدا حلوه بس 65 جنيه يا جماعه انا عند عم عبده يعني هديها 9 من 10. انا مش راضي عنك انا مش راضي عنك وانا مع بابلو 10 من 10 اول حاجه ويلا بينا عشان النهارده شكله فيديو ضرب نار وعم عبده يضرب ولا يبالي نخش بقى على التقيل هتتنفخ ده الريحه جامده الصراحه هتتنفخ زي ما انتم شايفين كده يا جماعه معانا ساندوتش كبده سعره 30 جنيه زي ما انتم شايفين كده غرقان ومليان انا بجد والريحه ريحه التومه والخل قلب الاستوديو ايوه ب 30 جنيه يعني انا مستغليه سنه بالنسبه لان انت عبده كهيانا عبده انت ما تعمليش سندوتشات ب 30 جنيه يلا بينا ندوق يلا بينا فريش فريش دول مجانين والله العظيم دول مجانين ايه المزازه دي بس عندي اعتراض حالا هقوله بس الطعم جامد قوي المزازه جامده قوي بس في اعتراض فين قوام الكبده مبهور. الكبده دايبه زياده عن اللزوم دي في القطمه اللي انا خدتها بصراحه بص الكبده مفرومه متقطعه صغنن قوي بس عندنا بقى طب اشمعنى طب انت شايف عندي ولا لا قطع ايوه طب شايف عندي ولا لا ايوه انا الكبده عندي قطعه صغيره جدا ومفرومه فتحسي وانا انت بابلو انت كحيان تاكل وانت ساكت طب انت بابلو يعني انا عشان بابلو المفروض اكرام الضيف لا انما المصري ياخد احسن حاجه طيب انا هقيم جميله جدا ده مفيش كلام ده مفيش كلام 10 من 10 ده مفيش كلام سعر وطعم وكواليتي انا سعر يعني سندوتش صغنن ب 30 جنيه انا السعر عندي يعني يعتبر اوفر سنه بس ككواليتي افكرك بمطعم تاني افكرك بمطعم تاني يوكن ايه يوكن انا ماليش دعوه بقى انا بحب اذكر اسماء وقد كده اهو ايوه خلاص خلاص بس يوكن بس ده عجبني عيب عيب ارجع لورا ماشي ماشي جامد جامد بامان جامد انا بس ضايقني للاسف الحته اللي عندي دي ان كان متقطع الكبده صغيره قوي ف يعني ليه مش السندوتش كله متقطع كبير كنا هننبسط ونحس بالقرشه بتاعت الكبده وبتاعه فمش هبعد عن كيرو انا كنت هديله 8.5 من 10 بس عشان كيرو وعبده اصحابي وحبايبي هديله 9 من 10 عم عبده المره الجايه قرب نشطب مع ايوه ظبطنا بالله عليك يلا بينا يلا بينا نروح للي بعد كده انا كنت لسه بقول لكيرو دلوقتي حالا ان ده هيتقال انه اعلان هو كمان مطعم جديد ولا ايه انا مش عارف بصراحه بس يعني انا انتوا كده هتقولوا انه اعلنوا حقكم بس يا جماعه ربنا رب العالمين معلش هو الفيديو ده هيطول سنه بس انا يعني عندي تعقيب بس صغير ادي فاتوره وده احنا جاي لنا 3 فواتير كمان ادي يا جماعه فاتوره هات لهم بتاعتك انت كمان يا كيرو ده بعد 3 فواتير التعقيب الصغير يا جماعه انا شفت الكومنت بيقول ان احنا قناه انتقاد والله ابدا يا جدعان احنا قناه تقييم احنا بنجيب لك ونفسنا يبقى حلو والله احنا مش عايزين ندفع فلوس كده بحاجه ما تعجبناش اللي بيقول قناه انتقاد لما بنقول على حاجه حلوه حضرتك هتقول ايه يا نفس الشخص هتقول اعلان هو انا يا بنتقد يا اعلان انا لا كده ولا كده احنا بنقيم بما يرضي الله وخلصت الليله اهو عمالين النهارده بصوا مزقططين والله العظيم دافعين ثمن الاكل ده والناس ما تعرف اي حاجه عننا اللي بتوع المطعم دول خش بقى خش يا جو خش خش يا بابلو خش انت يا بابلو انت يا عبدو غلبانه
زي ما انتم شايفين كده. ده اسمه سموك بيكن باربيكيو، عبارة عن قطعتين برجر جايبين الدبل اللي احنا بقى مكلفين، وبيكن وبصل مقلي وخيار مخلل وخس وشريحة جبنة وصوص باربيكيو مدخن. سعره كام؟ بابلو بقى الاجنبي 110 جنيهات. بصوا اكيد غالي بالنسبة للدبل. ماشي ندوق ندوق يلا بينا يا عم. هو دبل بس انا حاسه صغير يعني. ما هو صغنون، هو الراوند بتاعه الدايره بتاعته صغيره جدا، بس ندوق نشوف الكواليتي. يلا بينا. طب نقول ايه يا جماعه؟ ايه بقى انت عبطت كام؟ بعتني بكام يا عشري؟ هو المطعم ده داخل يكتسح. احلى سماش برجر دوت في حياتي. طعم اللحم والبيكن والخيار المخلل. اوعى حد يقول لنا ما خلصتوش الساندوتش وانتوا بتقولوا انه عاجبكوا، عشان بنجرب 100,000 حاجه والله. ما حضرتك احنا مش بناكل صف واحد يا فندم، احنا يعني في الفيديو ده مثلا في حوالي من 8 ل 10 اصناف وكل فيديو على هذا الاساس. فما تقوليش يعني ايه عاجبك وما خلصتوش، احنا مش بناكل كتير زي ما انتم متخيلين، بناكل زي البنادمين طبعا، احنا بنادمين. ما هذا؟ مليون من 10 من لقمه العيش لقطعه البيف بيكن لقطعتين البرجر للصوصات للباربيكيو المدخن. هقول لقطعه الخس، لقطعه الخس بس هنا عندي تعليق واحد اكملني، انا مش راجل بتاع اعلانات فهقدر اتكلم براحتي. ايه هو السعر بالنسبه للكواليتي؟ مش وحش قوي، بس كان ممكن تبقى ب 90 جنيه. يعني انا حاسس ب 90 جنيه كان هيبقى لذيذ. مش في زماننا ده باشا، ده سندوتشات الفراخ ب 90 جنيه و 100 جنيه لا والله. لا والله ايه انا يا جماعه، اصل احنا كلنا مصدومين من زياده. لا بس طعم اللحمه بامانه واضح انها جامد. بصوا يا جماعه، المطعم ده انا واثق ان فيه شيفات جامدين قوي وعالميين، وهيبقى ليه فروع كتير. خدوها مني اهو، ده اول فرع ليه ولسه فاتح جديد، واعلان لوجه الله من انا وكيرو. الراجل ده هيعمل شغل في مصر جامد قوي اصلي. نرجع لعبده. لا انا قلت 10 من 10 10 من 10. مش كنا عملنا له اعلان؟ رحنا قلنا له ادفع فلوس ونعمل لك اعلان. يلا بينا نرجع على عبده الكحيان الغلبان. خش يا عم عبده، يلا بينا. خش بقى يا جماعه على الحواوشي الجامد ده. رجعنا اسمه للمطبخ المصري تاني. ده اسمه حواوشي عبده. زي ما انتم شايفين كده نصين حلوين في الحجم، سعره 50 جنيه. انا عايز بس اوريهم الروقان بتاعهم. بصوا عاملينه سامبوكسات ازاي. انتوا فاضيين؟ انت فاضي يا عبدو؟ عبدو فاضي، بينما مستر بابلو ما عندوش وقت للكلام ده. يلا بينا ندوق. ماشي، اللحمه ورايده كده بالمنظر بس ندوق ونشوف. يلا. انا مش مبسوط ولا انا ما حسيتش بطعم اللحم، في نسبه دهن كتير تقريبا وتوابل كتير، ما اللحم ما جاش. لا انا منبسط. ليه يا عبدو؟ ليه بس كده بس كده بس؟ مش عارف. هو اللحم متنطر في قلب ساندوتش قليل جدا، والتوابل كتيره قوي، والتوابل كتيره مغطيه على طعم اللحم، والطعم ما عجبنيش. لا بالنسبه انه كمان انه ب 50 جنيه لا احنا عندنا في حواوشي ب 30 و 35 جنيه وتقيل. ما انا مش يعني اللي مخلي اللي واقف مع عبده اداله صفر، امال انا بابلو هعمل ايه؟ لا ما مش حواوشي خالص. لا. يعني مش انا اسف جدا والله، بس انتوا جامدين قوي، انتوا جامدين قوي لابعد الحدود، بس في الحواوشي محتاجين تشيلوه من المنيو بالظبط، ظبطوه لان احنا كل اللي فات عشرات تقريبا. يعني فحرام ان يقع الوقعه دي بالظبط. واقع جامد قوي يعني، مش حواوشي لا يعني من الاخر ينافس الحواوشي اللي هو بتاع الهوهو من ابو اخر، لان ملوش طعم. فلا انت اكيد بتستخدم لحمه حلوه، فليه مغطيها بالتوابل كده بالظبط. ف انا بس يعني عشان زعلت له فطولت شويه في الموضوع ده، حتى ما دوناهوش مع الطحينه. اشيل بقى الطحينه ونجيب اللي بعد كده. ودلوقتي نرجع مع المعلم بابلو اللي هينيمهم من الظهريه زي ما انتم شايفين كده. ده سندوتش اسمه دجاج بابلو الحار، عباره عن دجاج مقلي ومخلل وخس وطماطم وجبنه وصوص البوليتو. معلش انا بقرأها البوليتوس سوز البوليتو ما اعرفوش والله العظيم. ده سعره 65 جنيه.
طيب أوكي. بصوا يا جماعه قطعه الفراخ وقطعه الخس اللي تحت دي. بصوا يا جماعه يا لهوي ولا قطعه الفراخ وشكلها سبايزي جامد قوي قوي قوي. يلا بينا. دي محتاجه تتصور والله العظيم ما تتاكلش دي. يلا يا عم دي بالشيتوس. نعم اقول لك دي بالشيتوس. ايه ده؟ ما هذه قلة القدم؟ انت بتاكل فراخ شيتوس؟ فراخ شيتوس حقيقيه جامده جامده ومليانة صوصات يا جماعه. انا لغواصه. بصوا احنا من كل حته. طب ايه ده بجد بقى؟ يعني ايه باكل شيتوس فراخ ده او فراخ شيتوس؟ في كذا مطعم عملها قبل كده بس احنا ما جربناهاش، ما كانش لينا حظ يعني. لا جربتها انا وجربتها كتير، كان بدون ذكر اسماء اقول لك زاكس كان عامل بخلطات اللي مش عارف الشطه والليمون واللي مش عارف ايه، وكان اساميهم غريبه ليلي وبيلي وميلي و... طيب اقول ايه؟ انتوا مش فاهمين والله. اصل هو حاجات مكونات مش اللي اي مطعم بيستخدمها، مش التقليديه خالص. في مزازه كده جايه من صوص معين، مزازه غريبه اول مره ادوقها على لساني. التتبيله دي انك بتاكل فراخ بطعم الشيتوس عمري ما دوقتها. كله بيقول لك ماشي هاكلك فراخ بطعم الشيتوس او الحاجات دي، وفي الاخر بتاخد مقلب. ده ما قالكش فراخ بطعم الشيتوس واكلها لك، وقال لك انا هعمل لك فراخ بابلو الحار. انا يعني معلش هسيبها والله، انا مش هسيبها عشان هي وحشه، علشان انا بقيت اخاف اسيب اكل والله العظيم علشان الناس اللي بتقول لك وحش. في ناس برضو بتبقى نفسها تدوق، اخويا بتاع فما بيعرفوش مننا فبيدوقوا، فبنعدلهم حاجه يعني. انا عارف ان انا رغيت كتير قوي بس الموضوع يستحق. والساندوتش ده بقى 65 جنيه؟ لا ده رخيص. الكواليتي بالمكونات اللي مستخدمينها هنا. نعم بصوا الخصايه، ايه الخصايه بنت الناس دي؟ هي طبعا خلاص اتهرت خالص مني عشان بصوا ايه ده؟ مش يعني حتى الخص مش اللي هو المصري العادي، لا الخص اللي هو المستورد جاي من اسيا. ما 10 من 10. جميله جميله فاهم. مش عارف احنا مين ندي بابلو يا جدعان، شجعوا عبده شويه يا جماعه. لا بابلو يكسب. ابن بلدك يا جدع. هنشوف انت لسه معاك فرص تاني يمكن تعوض. انا برضو 10 من 10. اتفقنا عم بابلو عند عبده بعد اذنك ابعت لنا اي حاجه، ازازتين سيفن هديه، ازازتين بيبسي هديه، اي حاجه احنا بنرضى باي حاجه. يلا بينا نجيب اللي بعد كده مع عم عبده. نرجع بقى لعم عبده يا جماعه، وعم عبده يضرب ولا يبالي، ودخلنا بالتقيل بالصلاه على النبي. فرجنا زي ما انتم شايفين كده، دي فتره سجق ومنظر السجق فيها انا شايفه في كل حته الصراحه. هنشوف سعرها 115 جنيه غاليه سيكه بس هنشوف. يلا بينا. يلا بينا يا عم كاو كاو. يلا بينا ماشي. يلا بينا ندوق. ايه هوبا ده؟ ايه الصوص اللي جوه ده؟ جبنه شيدر ولا ايه؟ فيها شيدر. حاطين جوه الفطيره والسجق جبنه شيدر وكده. يا عبدو انت دخلت على شغل بابلو، دي مش بتاعتك. لا يا خواجه، المصريين تقدموا بيحطوا موتزاريلا وكيري وشيدر. ما شاء الله ما شاء الله، علمناكم الشحاتة أيها المصريون. السجق الصراحة هنا مدروس فيها في كل حتة، حتى في الأطراف يعني. أدي الأطراف بتاعتها إيه؟ فيها جبنة شيدر وفيها جبنة موتزاريلا، فيها الاثنين. السجق طعمه جميل جدا وتتبيلته حلوة والجبنة طعمها رائع. الفطيرة ذات نفسها مقرمشة ورقها خفيف، الرقات الخفيفة اللي هي ما تضايقكش، تبقى مستمتع. تعقيبي بس على السعر شوية، 115 بالنسبة لحجمها تعجبني يا ولدي. هديها 9 من 10 وانا هديها يعني اللي انت مش فاهمه ان انا هديها 9 وربع، رغم ان انا يعني كنت متضايق منها في حتة السعر اكتر من كيرو، بس هو اداها اقل مني كمان. السجق بريميوم يا جماعة والله العظيم. حتة اضافة الجبنة التشيدر مع السجق دي اول مرة اكلها واول مرة اشوف حد بيعملها. انا بشوف موتزاريلا، بشوف كيري، بشوف اي حاجة تاني الا شيدر مع السجق دي. هنا كانت عاملة اضافة حلوة. في زيتون. في زيتون طبعا. الرقات الفطاطري اللي عنده حد برضو محترف. بس اللي ممكن يضايقني هنا ان انا ما اتخطفتش زي باقي الحاجات، بس حلوة وتنافس. واي فطاطري هيزعل من الفطيره دي، هي ممكن حته السعر سنه بس هي كبيره مش صغيره. انا هديها 9 وربع وكيلو 9. وعبده وبابلو انت برنس، انتوا الاثنين برنسات بجد والله العظيم. اخر حاجه
لسه. الحمد لله. هنجيب اللي بعد كده ونرجع له. ودلوقتي مع السندوتش اللي بميت جندي زي ما انتم شايفين كده، ده اسمه فيلي ستيك، عبارة عن لحم ريب اي. ما قطعة الريب اي دي برضو يعني من بتاعة الناس الاغنياء قوي، وشرايح المشروم وصوص مستردة مايونيز وشرايح البصل وصوص الجبنة والموتزاريلا. قلبت انا كده ايه بابلو الغلابة. لا بابلو الغلابة. طيب ده سعره 100 جنيه بس حتة من الريب اي. يلا بينا نتذوق. يلا بينا. على الفحم ولا ايه؟ تبقى على الجريل. بس في طعم الشوي ظاهر قوي. وهنا انا عارف ان انا هحزن. ليه؟ لان دي حاجه شخصيه. انا عمر ما الفيليت ستيك او الفيليت تشيز ستيك عمري ما حبيته من ابو اخر. لا هما هنا مقطعين اللحمه يعني رفيع. لا هنا ما فيهوش غلطه، بس هنا لا يعني بعيدا عن رايي انا بدر. هنا ما فيهوش غلطه، والجبن هنا بريميوم كواليتي قوي، اللحمه ريب اي زي ما بيقولوا كواليتي عاليه قوي، البصل المكرمل اللي مع اللحمه مدي تسكيره مع حدوقيه الجبن عامل بالانس تحفه. لقمه العيش وهم فوق الخيال، لان لقمه العيش دي اول مره ندوقها النهارده. حلو. بس دي حاجه شخصيه، انا الفيل ستيك او الفيل تشيز ستيك ما بحبوش، بس ما فيهوش غلطه فهديله، عشان برضو سعره غالي بالنسبه لي. بس هو الساندوتش ده دايما غالي من زمان، يعني لما كانت كل السندوتشات مثلا ب 20 جنيه هو كان ب 35 جنيه، فهو الساندوتش ده دايما غالي من زمان وما بحبوش. الحمد لله انا ما بحبوش. هديله كام؟ رايي شخصي ذوق شخصي 8 من 10. تمام. هو زي ما جو قال كل حاجه فيه حلوه، بس انا شايف قطعه اللحمه متقطعه رفيع شويه او زياده، يعني طعمها هيتوه في وسط كل ده. طعمها تايه وسط الجبن وتسكيره البصل. يعني بالنسبه برضو لسعره فانا شايفه غالي، انا هديله 7 من 10. تمام. يعني متفقين احنا الاثنين ان هو مش افضل حاجه النهارده، بس انا بالنسبه لنا ذوق شخصي، اللي بيحبوا الفيلي ستيك او الفيلي تشيز ستيك هينبسطوا منه قوي، انما ما احبوش. سامحنا يا عم بابلو، انت برنس، بس انا اللي مش زويق على كيفك انت. اخر حاجه نجيب اخر حاجه للاسف. والله العظيم حاجه تحزن، من اكتر المرات حزنا بجد في القناه. هنجيب اخر حاجه ونرجع لكم. واخر حاجه يا جماعه معانا النهارده للاسف الشديد عبد الغلبان. زي ما انتم شايفين كده، ده سندوتش شيش طاووق، عباره عن شيش طاووق وخيار مخلل وطوميه، وده ميكس غريب بالنسبه لي، اول مره اقابله في شيش طاووق. لا انا حاسس ان انا قابلته كتير. خيار مخلل وطوميه بس؟ تقريبا من غير الخضره بتاعت الشيش ولا بصل ولا اي حاجه؟ لا عادي، ما كتير بقابل الشيش كده. مش عارف تقريبا ماشي. اللي بيعملوا كده على ما اظن رأفت برضو، بس من غير طوميه. رأفت بيحط مايونيز. هم خمس قطع من الشيش سعره 45 جنيه. يلا بينا نتذوق. وعلى فكره يا جماعه صحيح، السندوتشات اللي احنا جبناها دي كلها اللارج، يعني ده مش السمول. انا اتفاجئت زيكم والله. ده من الصدور ودراي قوي. معلش هي الدنيا ناشفه، بس فاحنا عايزين نفهم ما هذا. هنا اختلفنا انا وكيرو، احنا بقالنا شويه يعني ما قاطعين عن الكاميرا، وخلصنا الفراخ اللي جوه قلنا ندوقها لوحدها. عم عبده ما تلاقيش مطبخ مصري. ايه يا عبده؟ لو مصري يا عبده كنت تعمل الشيش ايه يا حبيبي؟ مصري وراك. ايه احنا المصريين عارفين ان هو في العالم كله صدور، بس في مصر عودونا الناس من صغرنا ان احنا الشيش وراك. تاني حاجه التتبيله صعبه خالص 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 خالص. ليه يا عبده؟ التوميه كانها ما جاتش. ما في حاجه غلط. هو الخيار المخلل ولقمه العيش كما وصل في السندوتش ده. معرفش هل انا ما اعرفش في هل انا خايف يكون عيب مننا احنا في حاجه في ما اعرفش. يعني احنا عاملين ندي عشرات عشرات عشرات، ولما حاجه ما عجبتناش العيب بقى فينا؟ ما عشان ما هي الناس بتقول لك كده في الاخر، العيب فيكم انتوا. طيب لا ده كساندوتش شيش انا اسف. لا هو تاني صفر دي لعم عبده. ايه يا عم عبده كده؟ مش هينفع. لا يا عبده انا مش هديك صفر، يعني احتراما لهذا اليوم الجليل. هديله كام؟ واحد؟ انا لا اتنين. انا عشان بحب كده كده الصدر، فالموضوع عدى معايا. انت يا عيني اللي كانت الصدمه بالنسبه لك. انا هدي لهذا الساندوتش 2، لانه ب 45 جنيه مش رخيص على هذا الحجم خالص. ف دعونا لا نحزن على اللبن المسكوب، لان هناك لبن مشروب كتير قوي، شربنا كتير قوي واستمتعنا كتير قوي النهارده. المفروض عم عبده يكتسح الخواجه بابلو.
بس اللي حصل ايه؟ لان ده مطبخ مصر يا جماعة ما ينفعش. بابلو تقريبا واخد 3.9 يعني ده مقفل الكوتشينة ما شاء الله. واخد اصفار. بس واخد 2.10 برضو. طيب. في الاول وفي الاخر يعني الموضوع كله تهريج، هو بابلو وعبده هما الاثنين مطعم واحد كده كده اساسا. تجربة النهاردة من احلى التجارب اللي عدت علينا وكيلو، لان في اطعمة جديدة دخلت بقنا حرفيا. في ساندوتش الشيتوس، فراخ الشيتوس ده اللي هو اسمه بابلو تشيكن، البطاطس المكسيك فرايز، البطاطس اللي هي المكسيكي، والبرجر تحفة. البرجر بص، هو بابلو اكتسح في الاربع حاجات ودوقنا اطعمة جديدة في كل حاجة فيهم. مظبوط. برضو السجق بتاع الفطيره كان جميل. الفيلي تشيز ما اكتسحش فيه. لا الفيلي تشيز انا ما بحبوش، انا عشان انا ما بحبوش فما رضيتش ايه اظلمه يعني. بس مطعم جديد هيعمل حاجه جامده، واتمنى يعني اتمنى لهم الخير، لان هم بيعملوا بيقدموا كواليتي جامد قوي، واتمنى انهم يستمروا على كده يعني، عشان في ناس في الاول او يحسنوا حسنوا في الحاجات اللي تسمعوا فيها كومنتات. اكيد هم يعني واضح ان عندهم شفات تقيله قوي، فاكيد ناس محترمه وبتسمع يعني. وما تنسوش يا حلوين ان بدايه من شهر 2 فبراير في فيديو جديد، الفيديو رقم 4 كل اسبوع. يوم الاثنين بقت فيديوهاتنا يوم ايه وايه 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 تاني، حد واثنين واربع وجمعه الساعه 3 العصر. وعايزين ايه من اجل هذه الحاجه؟ عايزين دعم كبير جدا، 50,000 لايك وشير الفيديوهات بتاعتنا في كل مكان. قلبك بقى يشيلك وبقيت تطلب ال 50 دي. ماشي، اربع فيديوهات بقى يا مسهل يا رب. بس ولو عجب كل فيديو يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.